وصفة اليوم خفيفة وصحية بامتياز لأصحاب الدايت والأكل الصحي وللنباتيين كمان. أنا بحب نوع دائما من قناتي ودور على وصفات جديدة وتناسب جميع الناس اللي يتابعوا قناتي. مرات بنزل أكل دسم، مرات أكل صحي، ومرات وسط. فإن شاء الله كون عند حسن ظنكم دائما وقدمكم وصفات تناسبكم وتحبوها. شايفين هالطبق اللذيذ الخفيف للزهرة والأرنبيط؟ حتى اللي ما بيحبها يجرب هالطبق، متأكدي رح يغير وجهة نظره بعد ما يجربه. عندي رأس كبير من الزهرة أو الأرنبيط، رح أفصل هذا الجزء، بعدين رح أقطعه. طبعا رح نسلق الزهرة، ما بيكون في قلي نهائيا، رح نعملها خفيفة. طعمتها عن جد رائعة ولذيذة، وطبق جديد غيروا فيه أطباقكم اليومية لتكسروا الروتين والملل شوي. رح أحط بس رشة ملح، رح أسكب مي تغمر تقريبا الزهرة، ورح أسلقها لحتى تستوي الزهرة تماما. بهالوقت هذا رح أحضر أنا الصلصة يلي رح أحطها فوق الأرنبيط. طبعا رح نسويها بالفرن، وكمان بتصير بدون فرن. الخضار اللي عندي البصل أول شيء قشرته، رح أفرمه ناعم أو فيكم تقطعوا ترنشات حسب ما بتحبوا. رح أحطهم بوعاء على جنب، وعندي سنايتين توم كبار كمان رح أفرمهم ناعم وضيفهم فوق البصل. تقريبا نكهة هالصلصة قريبة حسيتها لنكهة البيتزا. هيك صاروا عندي جاهزين. عندي هلأ الفليفلة، عندي 3 حبات، فيكن تحطوا فليفلة ملونة أو حسب متوفر عندكم. كمان رح أقطع بالوسط ورح أفرغ البزر. البزر ما رح كبه كلياته، رح أحتفظ بجزء منه بدي أضيفه مع الصلصة. إذا عندكم كمان الفليك فيكن تضيفون اللي بيجي ناشف. هلأ هذا حلو بس مشان دعم هيك نكهة الفليفلة أكتر حبيت أضيفهم. نقطع الفليفلة بهالشكل، بفرمها لمربعات لتخلص عندي كل الكمية. هيك صاروا جاهزين. كمان عندي البذور رح خليها على جنب. عندي هلا حبة جزر رح اقطعها بالنص، بعدين كل نص لربع واقسمها بهالشكل هذا من رقاقة. هلا الجزر مشان يدبل ويستوي معنا رح احط عليه بس هيك شوية ملح خفيفة بعد ما اقطعهم. خليهم بالصحن بس نزلت المي، نعصرهم ونضيفهم. بشوفكم بعدين ضمن الفيديو. كمان عندي هلا البندورة 3 حبات بدون ما اقشرهم، رح اقطعهم بالوسط وارفع هذا الجزء وبلش فرم بشكل ناعم. كمان ممكن نحط فطر اما معلب او فريش، ممكن بازيلا، اي شيء بتحبوه من الخضار. هلا رح احضر التوابل. عندي نصف معلقه شاي من الفلفل الاسود اساسي، وكمان كزبره نصف معلقه شاي، وكمون كتير بيلبق مع الأرنبيط أو الزهرة، 8 معلقة الشاي من الفليفلة مطحوني هاي وسط، وعندي كمان 8 معلقة الشاي من الأوريجانو أو بتحطوا زعتر ناشف. هاي التوابل رح خليها على جنب. هلأ رح أعمل الخضار بنقليها، بحط بمقلاية زيت نباتي، ممكن تحطوا كمان زيت زيتون حسب ما بدكم أو بتخلطوا.
ضفت اول شيء البصل والثوم، قلبهم على النار متوسطه، رح احط كمان الفطر هلا، الجزر شايفين كيف نزلت ميته، رح اعصرهم واصفيهم عشان يستوي معنا. عملت هالحركة اضفت عليه الملح وبتخف كمان حلاوته. عندي هلا بذور الفلفل والتوابل يلي حضرتها، طبعا توابل حسب الرغبة، شو ما بتحبه ضيفه. بحد النار هلا على الاخر، بحط الفليفلة كمان بقلب. باقي عندي البندورة، ضيفها هلأ بعد ما تقلت الخضار، بدي احط رشة ملح ممكن تحطوا كمان معلقة من دبس البندورة، نغطيهم شوي وما ننسى نشوف القرنبيط اذا استوى او لا، لسه بده شوي تاني. هلا رفعت الزهرة صفيتها من المي، رح احطها بوعاء وضيف عليها 3 حبات من البيض، رح اخلطهم لحتى يصيروا ناعمين. اذا معكم خلاط ممكن تفرمون على السكين وتخلطوا البيض معهم. عندي توابل فلفل وكمون وفليفلة، نحط رشة ملح اكيد، ورح اضيف الطحين، عندي 4 ملاعق طعام، وبخلط. الطحين رح يعطي تماسك هو والبيض لطبقة القرنبيط لما بنحطها بالفرن ونقطعها بعد الاستواء. رح احضر هلا الوعاء اللي رح اطبق فيه الوصفة، بحط زيت زيتون، ممكن تحطوا زبدي، ممكن زيت نباتي، بس زيت الزيتون صحي اكتر. وزع الزيت على كل الصينية، وهلأ رح أضيف القرنبيط المطحون مع البيض مخلوط مع الطحين والتوابل. بعمله بسماكة واحدة، وزع بمعلقة بشكل مرتب، طبعا بشغل الفرن هلأ بحميه مظبوط على اعلى درجة حرارة. هلأ رح احط الخضار بهالشكل هذا، نوزعها. ريحة الخضار لحالة اكلة، يعني ممكن نحطها بخبز ونحط عليها جبنة، كتير كتير طيبة. وممكن تحطوا جبن اخر شي، جبن موزاريلا او مشلل او حلوم، اي نوع هيك جبن مطاطي. باخذ الصينية بدخلها الفرن على درجة حرارة عالية بين 200 و 250. طبعا فيكم تشغلوا بالبداية من تحت بعدين من الأعلى حتى الجبنة ما تيبس وتحترق، لبين ما تتماسك طبقة القرنبيط من تحت منشغل من فوق منحمر الجبنة. وأنا هيك عملت، بالبداية شغلت من تحت بعدين شغلت من فوق، شايفين بتشهي، تاخد معكم حوالي 3/4 ساعة. وهذا شكل النهائي مباشرة من قطعة ونتناولها. طبعا فيكم تطبقوها كلياتها وتحطوا الجبن تحطوها بالبراد، يعني بضل عندكم يومين بهالحالة بالبراد او ممكن بالفريزر، بس بدكم تطبخوها بتشغل الفرن وبتدخلوها لحتى تنضج تتماسك معنا بهالشكل هاد. طبق جديد وخفيف وسلس صحي بامتياز، عن جد كتير استمتعت انا عم بتناوله، يعني نكهة الخضار هيك مثل صلصة البيتزا، جريتان الزهرة رائع هيك قريب لنكهة العجة،
طبق بيستحق التجربة وتغيير عن الأكلات التقليدية والمعروفة. إن شاء الله يعجبكم، بتمنى منكم تحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، فعلوا جرس التنبيهات، وتركوا لي تعليقاتكم الحلوة. إن شاء الله بشوفكم فيديو جديد، وسلام.